أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأن أعمال تطوير شارع الشيخ خليفة بن سلمان تستدعي غلق مسار باتجاه المنامة، داعية للالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع وسلك طرق بديلة لتفادي الازدحامات المرورية. السلام عليكم ورحمة الله. تعلن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأن أعمال تطوير شارع الشيخ خليفة بن سلمان تستدعي غلق مسار باتجاه المنامة وباتجاه مدينة حمد في الجزء المحصور بين كوبري القدم وكوبري سار. أولا باتجاه الجنوب باتجاه مدينة حمد سيتم غلق مسار مع توفير مسارين للحركة المرورية ابتداء من مساء يوم الخميس الساعة 11 مساء ويستمر إلى مساء يوم السبت المقبل إلى الساعة 11 مساء. كما سيتم غلق مسارات على مراحل ابتداء من يوم السبت الساعة 11 مساء إلى يوم الثلاثاء المقبل الساعة 12 فجرا، حيث ستتوفر 3 مسارات خلال فترة النهار من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 10 مساء، ومسارين من الساعة 10 مساء إلى الساعة 6 صباحا، علما بأن المسار الأيمن المسار البطيء في هذه المرحلة من التحويل سيؤدي فقط باتجاه الغرب إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان. ثانيا شمالا اتجاه المنامة سيتم غلق مسار مع توفير مسارين للحركة المرورية ابتداء من يوم الجمعة الساعة 11 مساء ويستمر إلى يوم الأحد المقبل الساعة 11 مساء، وسيتم غلق مسارات على مراحل ابتداء من يوم الأحد الساعة 11 مساء إلى يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 مساء، حيث ستتوفر 3 مسارات خلال فترة النهار من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 10 مساء، ومسارين من الساعة 10 مساء إلى الساعة 6 صباحا. وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين الكرام للالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع وسلك طرق بديلة لتفادي الازدحامات المرورية، متمنين السلام للجميع.